اليوم نفتتح المشروع تأهيل محطة حي الحسين، المشروع الثاني لبرنامج الأمم المتحدة UNDP. حقيقة هذا المشروع هو بكلفة 300,000 دولار. شمل هذا المشروع صيانة وتبديل المضخات، خمس مضخات للضغط العالي وثلاث مضخات وسطية. شمل التأهيل أيضا إنشاء مختبر وإنشاء غرفة للمنام الحراس، وكذلك صيانة الكهربائيات الخاصة بالمشروع. نشكر يعني برنامج الأمم المتحدة ومنظمة UNDP على جهودها في صيانة هذا المشروع خدمة لأهالي حي الحسين، والتي ضمن هذا المشروع المناطق التي سوف تستفاد منه أيضا حي الحسين والقبلة والأمن الداخلي وبعض المناطق في شقق حي الحسين. شكرا جزيلا لجميع جهود وجهود أيضا جهود دائرة ماء البصرة. We can all agree, I think Basra is a beautiful city. كلنا نعلم أن البصرة هي مدينة جميلة جدا ذات تنوع بيئي ومكان لالتقاء نهري دجلة والفرات، ومنطقة تتواجد فيها الأهوار والتنوع البيئي. كلنا نعلم أن الماء هو مصدر رئيسي للحياة والزراعة، في السنوات الأخيرة شهدت هذا المصدر المائي تأثر بالتغير المناخي وقلته في هذه المناطق، وهذا أثر على صحة الناس فيه. وهنا يمكننا الإشارة إلى أهمية هذا المشروع. يقوم هذا المشروع بخدمة أكثر من 30,000 شخص، ويمثل شريان حيوي في دعم الناس الساكنين. هذا المشروع نحن فخورون بأن نقول أن هذا المشروع سيقدم ماء آمن للناس الذين يعملون، وتنمية سيعمل على تنمية الاقتصادية، لأنهم سيحصلون على يمكن الإشارة أن هذا المشروع يمثل أحد تعهداتنا مع الوكالة الدولية للتنمية تجاه الناس في العراق، لأننا استطعنا بدعم وتمويل من الوكالة الدولية للتنمية من تنفيذ هذا المشروع، بتقديم دعم لتأهيل أكثر من 9 مشاريع التي تقدم الخدمة لأكثر من 149,000 شخص في البصرة. وأود أن أقدم شكري وامتناني لسعادة نائب المحافظ سيد مدير ماء البصرة وكل الناس الذين عملوا على إنجاز هذا المشروع. بدون دعمكم ومساندتكم هذا المشروع سوف لن. شكرا لكل المهندسين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأستاذ معين مدير مكتبنا الذي قام بالتنسيق ودعم. المشكلة انتهت في البصرة، ولكننا سنواصل العمل على إنجاز على حل هذه المشاكل. أنا متأكد من أننا إذا استمرينا في هذا التعاون المشترك سنقوم بحل هذه المشكلة في المستقبل، ليس فقط في البصرة وإنما نقول لكل المجتمعات في العراق. مشروع حي الحسين اللي احنا به حاليا، هذه يغذي 3 مناطق رئيسية: منطقة الأمن الداخلي والمعهد الفني وشقق حي الحسين. وطبعا بإمكانية أنه هذا المشروع أيضا أنه يغذي منطقة القبلة عن طريق خط حي المهندسين. فهنا أهمية المشروع. هذه المحطات التقوية تعتبر هذه تفيدنا يعني تعديل الضغوط بالشبكات. نعم أستاذ نزار، تنطي ماي صالح للاستهلاك البشري أم صالح للشرب؟ لا، صالح للاستهلاك البشري. تعرفون احنا يعني باعتبار انه نسبة الأملاح يعني قدر ممكن مرتفعة، بس الحمد لله مياهنا يعني صالحة للاستهلاك. تعرفون انه يعني وضعنا بمحافظة البصرة احنا كمياه شرب معتمدين تقريبا من 91 على مياه الارو. قيمة المشروع هنا حي الحسين صيانته تقريبا 300,000 دولار.